يسمى العقل الباطن أو العقل اللاواعي، وهو العقل المسؤول عن الخواطر والأحلام وعن مزاج الإنسان، هو مطيع لنا. لكن كيف نبرمج عقلنا الباطن؟ وكيف نستطيع السيطرة على المشاعر السلبية إن كانت حزن أو غضب أو حتى اكتئاب؟ وكيف نستطيع من خلال عقلنا اللاواعي الوصول لأهدافنا؟ معلومات كثيرة رح نتعرف عليها مع الدكتورة ثريا دياب، باحثة في علوم الطاقة ومدرب معتمد باتحاد اليوغا. أهلا وسهلا فيك أهلا يا دكتورة. هلا، صباح النورات. هلا، يسعد صباحك. بالبداية شكرا كثير لكم على اختيار موضوع كثير مهم. حقيقة العقل الباطن بيلامس كل نواحي الحياة، إن كانت صحية أو نفسية أو على أي صعيد ممكن نحن بدنا إياه بالحياة. نعم دكتورة، يمكن هيك حكينا رؤوس أقلام بالمقدمة عن العقل الباطن وعن التأثيرات، وخاصة هيك خلينا نحكي واقع من بعد يعني سنوات من عمر الأزمة المزاجية، صارت أكثر الحالات، صارت أكثر العقل الباطن كيف فينا نحن ندربه لحتى هيك نرجع من أول وجديد، نعمل ريفريش لنفسيتنا ولحياتنا ولحتى ننجح ونحقق أحلامنا. شكرا لسؤالك. بالبداية حتى نتعرف عليه لازم نعرف مين هو هذا العقل الباطن، أوكي حتى وقت نحكي أي معلومة تكون كتير سهل وسلس إنه نقدر ندخل عليه ونتواصل معه بشكل كتير سهل. هلأ العقل الباطن هو الجزء الأيمن من الدماغ. نحن عندنا دماغ واحد، ولكن هذا الدماغ مقسوم إلى قسمين، القسم الأيمن والقسم الأيسر. القسم الأيمن له عدة مسميات، من ضمن هذه المسميات العقل الباطن أو العقل اللاشعوري أو العقل الداخلي أو العقل اللاواعي. والعقل الأيسر هو العقل الواعي أو العقل الشعوري أو العقل اللي نحن هلأ عم نتحدث من خلاله. العقل الباطن حتى نعرف أهميته لازم نضوي على شغلة كتير مهمة، في له تعريفات كتيرة، ولكن أنا في تعريف كتير حبيته، بأنه هو عبارة عن أرشيف ضخم جداً. داخل هذا الأرشيف يحتوي على ملفات عديدة، هذه الملفات كل ملف يحتوي على نوع معين. يعني كيف على نوع معين؟ خبراتي ضمن ملف، وتجاربي ضمن ملف، وذكرياتي ضمن ملف، أحلامي بملف، وأحلامي كلياتها هو جزء من تعبيره للاواعي عن حاله، هو الأحلام. ولا بيحكي عليها كيف هو بيعبر عن حاله. وهي الملفات يعني دائما شو بيخطر ببالك من معلومات، وهي المعلومات بدأت تخزن داخله من لحظة الولادة. يعني من لحظة الإنسان انولد وهو هذا العقل اللاواعي بدأ يخزن. رح أحكي معلومة كمان مشان هلأ تفيدنا وقت بدنا نبرمجه، وقت بدنا نستفيد منه كيف نحن نقدر نتواصل معه. من عمر الولادة لعمر 6 سنوات أو 7، الإنسان ما له أي سلطة بأي معلومة تدخل عليه، وهي بتكون نتيجة الأب، نتيجة الأم، نتيجة الأهل. وهو بهاي المرحلة دماغه بيكون بموجة، هاي الموجة بسموها ثيتا، يعني ما رح ندخل كثير لأنه موضوع كثير كبير، ولكن هاي الموجة هي بتشبه الموجة وقت بيكون الإنسان منوم مغناطيسيا. فتخيلي هذا الطفل وكأنه منوم مغناطيسيا وعقله عم يمتص كل شيء، عم يسمعه، كل شيء عم بيشوفه، كل شيء عم بيشمه، كل شيء عم يتذوقه، كل شيء عم ينحكى معه، كل شاردة، كل واردة، هدول كلياتهم عم بيخزنهم. ولاحقا هن هدول اللي رح يكونوا مثل ملف او رصيده، ارشيف رصيده ويرجع له. فهون كتير مهم هلا قبل هاي ما نقول المرحلة. شيء، هاي المرحلة كتير مهمة وتقع على عاتق الاهل جدا، بأنه من هون نبلش نبدأ ببرمجة العقل الباطن من خلال أطفالنا. يعني وحاولوا دائما أنه الأهالي يستخدموا الكلمات يلي بترفع من معنوية الطفل، ويلي لاحقا وقت يكبر ويصير شاب رح يستعين بهاي الملفات اللي نحن حطيناها له. يعني مثلا بدل ما أقول له أنت ما بتعرف، أنت ما عندك مستوى جيد، أنت مالك كويس، دائما انا بحاول استخدم كلمات انه انت شجاع، انت ذكي، انت انسان مبدع. حتى لو انا حسيت بلحظه من اللحظات انه هو ما له ذكي ولا هو مبدع، بدي اعزز هي الشغله عنده لحتى اخليه برنامج موجود عنده، وبلش خاطبه بطريقه ثانيه، بقول له انت تستحق انك تكون مبدع، وتستحق انك تكون ذكي، وتستحق انك تعيش بشكل كتير انه تكون حياتك المستقبليه مريحه. ودائما نبتعد،
حتى لو الأهل كمان في عندهم طريقة، لو ما شعروا إنه هذا الطفل يستحق، حتى لأنه في أهالي كتير بيتعاملوا مع الطفل على مستوى معين من ذكائه، بيقولوا له أنا عندي ثقة فيني وفيك إنه نحنا نقدر إنه تكون أنت بمستوى كتير جيد، بتكون بمستوى كتير فعال، وكتير بمستوى إنك تكون كتير مبدع بالحياة. هاي الكلمات كتير بتأثر، وسلوكنا كأبهات وكأمهات أمام أطفالنا كتير مهمة. وقت يكبر الطفل ويصير شاب، نحن كتير بنحمله ممارسات عم يعملها وسلوك، ولكن هي وثقة. بالأساس نحن زرعناها فيه ونحن حطيناها فيه. ومجرد ما دخل على المدرسة كمان حيكون في المدرس والمدرسة، كمان هدول حيعطوه كتير معلومات، وحيحكوا معه كتير، وحيخاطبوه كتير. وياما في يعني عالم زلم كبيرة وشباب وسيدات ما زال اللاوعي يحتفظ ببعض الكلمات السيئة التي وجهت نعم لهم. نعم بالتأكيد. دكتورة ثريا، إذا بدنا نحكي شوي عن المرحلة العمرية الكبيرة كشباب وصبايا، يمكن بهالظروف الصعبة اللي مرينا فيها صار في شوية اكتئاب شوية حزن. اليوم كيف فينا نحفز عقلنا، عقل اللاوعي، يمكن بكلمات مفتاحية لحتى يقدر بالفعل يفكر بطريقة إيجابية؟ طيب شكرا كمان لك لهذا السؤال. هلا لحتى اعمل تحفيز ولحتى يكون في عندي مفاتيح، بدي اعرف طريقة انا كيف اتواصل معه. يعني في له صفات العقل اللاواعي، انا عرفتها من خلال هاي الصفات بيكون كتير المدخل سهل إلها. من ضمن هاي الصفات انه هو لغته لغة مشاعر، يعني اللغة اللي بيفهم فيها لغة مشاعر، ما بيفهم لغة المنطق ولا بيفهم لغة التحليل، ما بيفهم انه انا لانه صار معي هيك لازم انا ضلني زعلان. هو لا، هو بيفهم مشاعر، انه اعطيني مشاعرك لحتى انا اطلع لك الملف اللي بدك اياه. انت زعلان، اوكي انا عندي ملفات كثير، تفضل هاي الملفات خدها. انت بدك الفرح، بالفعل الواحد بس يزعل بتذكر كل بتذكر الاشياء اللي الاشياء له. هذا. ومن ضمن صفاته للعقل الباطن انه يبني على اخر تجربة، وهي كثير مهمة اذا فهمناها هاي القصة، انه اخر تجربة مريت فيها مو معناته هاي حياتي. صحيح عم تطلع عندي أفكار وعم تطلع عندي مشاعر بناء على هاي التجربة، ولكن هو العقل الباطن عنده مكدس ملفات ودائما بيستعين بآخر ملف، آخر تجربة، فبنسى كل شيء أنا موجود عندي. إذا فهمت هاي الجزئية، فالمفتاح الأساسي والكبير إلي إني أنا أستخدم الطرف الثاني اللي هو العقل الواعي، يلي أنا بقدر من خلاله أدخل على العقل اللاواعي وطلع الملف اللي بدي اياه لحتى يساعدني حتى اخرج من معوقات الحياه اللي انا موجوده عندي. اذا بضلني بقول انا قلقان، العقل الباطن عنده كثير ملفات رح لانه يضل هو هنا بيدير والله. العواطف، هو من مهمته انه يدير العواطف. اذا قلت انا مرضان، بضله كمان بيطلع ملفات. هي اذا عرفنا معلومه كثير مهمه على انه العقل الباطن هو المدير لكل شيء، عمليات حيويه تدور داخل الجسم. يعني الإشارات اللي بتطلع من الدماغ هو مسؤول عنها، دقة القلب وبين دقة والتانية وعدد الدقات هو مسؤول عنها، عملية الهضم هو مسؤول عنها، التنفس هلأ شهيق هلأ زفير هو مسؤول عنها، يعني كل شيء عمليات إفراز الهرمونات، جهاز لهيك المناعة. يمكن وقت التعصيب شوي بتوجعنا معدتنا، وقت الخوف بتزيد دقات القلب. وعن جد سؤال كتير ذكي أنسة أريج، إنه وقت بتزيد دقات القلب، وقت بصير بتتوتري وبتنرفزي كتير، هو اللاوعي على فكرة أنا بحسه كتير شيء ظريف، هو ببلش يعطيكي إشارة إنه انتبهي في شيء بلش يتخربط عندك. يعني هاي دقات القلب هو لأنه مسؤول، فبصير بخربطها هو لحتى يعطيكي إشارة إنه انتبهي، هون بلشتي تعصبي أكتر، هون بلشتي تتوتري أكثر، هون بلشتي تأذي نفسك، يعني قربتي من أذى نفسك. هو بيكون كتير عم بيحاول إنه يحميني، بيحاول كتير عم يعطيني إشارة، بيحاول كتير إنه عم يعمل لي رسالة إنه انتبه لحتى ما يصير عندك مشكلة أكبر، لأنه إذا ضلني متوتر المرحلة اللي وراها أتوتر أكثر، وإذا ما رديت على هاي الرسائل اللي عم راح يبعث لي اتوتر إياها اكثر واكثر. أكثر وأكثر، وبالأخير كمان عضلة القلب وصير أقعد بمشاكل. بس هو كتير بيكون عطى رسائل وإشارات إنه انتبهوا، إنه المهم المفتاح الثاني، إنه هاي من المفاتيح، إنه أنا وقت أشعر حالي إني كتير معصب، كتير عندي طاقة غضب، بلش انتبه بوعي إنه هاي رسالة من اللاوعي،
انه انتبه لحالك لانه بلشت تأذي نفسك. نعم دكتورة، خلينا كمان، في كتير اشخاص بيأذوا نفسهم بالفشل، تمام؟ يعني في كتير، يعني اذا حدا فشل بمرحلة ما او بشغلة ما، بتتزعزع عنده هي الثقة يلي جواته، وببلش مسلسل الفشل عنده. خلينا نحكي كمان كيف فينا نحن ندرب حالنا باللاوعي انه ما في فشل بجر فشل، خلينا عند هذا الفشل نتخطاه، والثقة بالنفس كيف هي تتعزز وما تتضعضع ابدا. طيب كمان شكرا لسؤالك. اللاوعي يعني أنا بدي أقدر أفهم شغلة، إنه أنا بدي أشوف أول شيء، بدي أنا بوعي شوف هذا الفشل مرة أو عم يتكرر عندي. إذا هذا الفشل يكرر فمعناته أنا وعم بعمل جهدي وعم ببذل جهدي لحتى يكون كتير منيح عندي هالشيء، فمعناته أنا في عندي ملف، وقد يكون أكثر من ملف، وقد تكون تجربة مريت فيها أنا وصغير، قد تكون تجربة مر فيها أبي أو أمي أو أخي، تجربة فشل، وكثير هاي التجربة تركت أثر بالعيلة. ممكن وأنا بالمدرسة فشلت بشيء معين، ممكن من علاقاتي اللي صارت. فهون كثير مهم أني أنا أعرف أنه أنا مو فاشل، أنا في ملف عم يطلع وعم بيعرقل علي وعم بيخليني دائما اشعر انه فاشل. انا حقيقتي مالي فاشل، انا حقيقتي ذكي وحقيقتي مبدع وحقيقتي انه عندي كل الامكانيات. فانا اذا فهمت هاي الجزئيه وفهمت حقيقتي، فبلش انا بقول لا، هو الفشل عباره عن ملف موجود وعم يطلع دائما عم بيعيق علي حياتي ومسيره حياتي. من هون ببلش ركز على انه بدل هذا الملف بملف ثاني، انه لا، انا انسان ناجح وقادر على ان اتخطى هذا الامر. لنفرض هو انه طول هالوقت وطول هالزمن طول الوقت عم بقول فاشل ولم يتذوق طعم النجاح، ما عرفه شو هو النجاح. بهيك حاله انا استعين بقصص ناس ناجحين لحتى اقدر حفظه لللاوعي انه يطلع لي من ضمن هالملفات اللي مخزنة، لأنه هو مسؤول عن عواطفي، هو مسؤول عن إدارة جسمي، هو مسؤول عن كتير معلومات موجودة فيه. فأنا بدي فوت لعنده بوعي وخليه بدل لي هالملف هذا اللي عم يطلع طول الوقت عم بيقول فشل. مجرد ما أنا قلت ناجح، هون بلشت أنا أبعث رسالة كمان لللاوعي، مثل ما هو ببعث لي رسالة أنا ببعث له إنه بدي أنا إنه أكون ناجح. طبعاً هون في شغلة كثير مهمة، إنه أنا مو مجرد قعدت وقلت أنا ناجح فوراً بنجح، هاي ملفات إلها عمر وإلها سنين مكدسة وموجودة. فبعطي فرصة لحالي من خلال التدريب، وأكثر حالات التدريب هي لحتى غير ملف وحط ملف ثاني بداله هي وضعية الاسترخاء. لأنه العقل الباطن مثل ما حكينا أو اللاواعي لغته لغة مشاعر، فحتى أنا أقدر ملف أفتحه واستفيد منه لازم انا اكون بحاله استرخاء. يمكن عن طريق طريقه التنفس كمان بتاثر بشكل كثير كبير بتنشيط اللاوعي. على فكره يعني بقرا ابحاث، وقد لا يكون بحث يتحدث عن الدماغ او العقل الواعي او اللاواعي الا ويتطرق لموضوع التنفس. موضوع التنفس جدا مهم وجدا سريع، واهميته بتكمن من انه هو من الأجهزة، جهاز التنفس يلي أنا بقدر أتحكم فيه. خلينا نعطي مثال بلمحة سريعة قبل ما يخلص مشوارنا الصباحي مع حضرتك، كيف الطريقة الصحيحة للتنفس لتحفيز عقلنا اللاواعي؟ هلأ الطريقة اللي نحن بنتنفس فيها عادية هلأ طول الوقت أكيد هي طريقة سطحية وطريقة عادية. الطريقة هلأ حوالي أكثر من 100 طريقة للتنفس، ولكن أبسط طريقة من بيناتهم حتى أضمن أني تنفست صح، يعني التم مغلق وبلش اغلق الطرف اليمين من اليمين وبلش اخذ شهيق من اليسار. فهون بدخل كميه اكسجين كثير عاليه، بخلص ببدل للطرف الثاني. كميه الاكسجين الكبيره يلي دخلت والحاله اللي قعدت فيها انا طبعا عده مرات بكرر، يعني تمي مسكر هون مسكر وباخذ، دخلت كمية أكسجين عالية وغير كمية الأكسجين اللي عالية، أنا أعطيت فرصة لعقلي إنه يبلش يسترخي وهالتشوش اللي موجود يبلش ينضف، وعطيت فرصة
لعقلي الواعي انه يوجه اللاواعي يطلع لي افضل ما عنده للحالة اللي انا فيها. نعم، يمكن دكتورة بالمختصر جدا، يمكن احنا نكتب اكثر وقت معك لحتى هيك نطلع بشكل اكبر. انتشر كثير على الفيسبوك مقالات عن تدريبات العقل الباطني، وايضا يمكن فيديوهات ويمكن نصائح عديدة، وصاروا العالم يمارسوا فترة ويوقفوا ويرجعوا يمارسوها بقصة تانية ويوقفوا أيضا. خلينا نحكي عن هي النقطة بالذات، وخاصة إنه العقل اللاوعي قديش حساس هو وقديش بيتأثر بهدول العوامل. هلا التقنيات كثيرة، ومنها تقنيات كثيرة مثل ما حكينا، واحدة من بيناتهم التنفس، حكينا عن الاسترخاء، والطريقة الثانية حأذكرها ذكر بدون ما ندخل بتفاصيلها هي التأمل. التأمل يعني ما هي، والله هي عبادة، يعني ما ناخذها إنه من هذا المنطلق، هي تقنية باخذها أنا لحتى أقدر أدخل بعمق على اللاوعي، لحتى أقدر أهدي عقلي الواعي. ومثل ما حكينا كيف أنا وصغير موجة نعم الدماغ ثيتا هي اللي بتخليني أمتص وآخذ نعم المعلومات، التأمل بخليني أدخل بموجة ثيتا. نعم يمكن رح نتطرق لهيك موضوع بحلقات مقبلة معك دكتورة سورية دياب، باحثة بعلوم الطاقة ومدرب معتمد باتحاد اليوغا. شكرا كثير للمعلومات المفيدة اللي أضفتيها لصباحنا. شكرا كثير لكم، شكرا لأنه أعطيتوني فرصة أكون معكم، وشكرا لأسئلتكم الحلوة. شكرا كثير لك دكتورة، نورتينا، وهيك إن شاء الله بحلقات قادمة بتكوني ضيفتنا وبنحكي بشكل موسع. شكرا كثير ميرسي لكم، لك، شكرا سعد شكرا. صباحك. لهون مشاهدينا، مشوارنا الصباحي الرمضاني معكم بيكون وصل لنهايته لليوم. مساحة جديدة بنلتقي فيها معكم بكرة مع ضيوف ومحطات جديدة، وبنطلع عليكم بتمام الساعة 10 صباحا بتوقيت دمشق، أكيد مثل من مطعم قصر الياسمين. ومن هلأ لبكرة ضلوا بألف خير، وبدي أتشكر كل فريق العمل، وأيضا بدي أقول ألف مبروك لطلاب الصف التاسع يلي حققوا نجاحات ترفع الرأس، ومبروك لكل الطلاب يلي نجحوا، وإن شاء الله هيك من نجاح لأكثر وأكثر وأكثر. وبدي أتشكرك يا أريج كمان. شكرا لك ليا، وبدنا نبارك لكل الطلاب يلي حصلوا على العلامة التامة، ألف مبروك، وإن شاء الله دايما من نجاح لنجاح. وبالختام كل الشكر لكم مشاهدينا. صباحنا غير هو عنوان مساحتنا الرمضانية اللي عم نحاول فيها رصد نبض الحياة بسوريا خلال هالشهر الفضيل. مشوارنا بيتجدد بلقائنا معكم وبأجواء رمضانية مميزة. ابقوا برفقة شاشة الإخبارية السورية وتبقوا بألف خير. باي باي.